في الواقع ربما التصريحات التي صدرت اليوم من الكرملين تعد هي الأهم في الوقت الراهن. روسيا نفت من خلال أو عن طريق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تلك التقارير الإعلامية أو الاستخباراتية التي تحدثت أن روسيا طلبت المساعدة العسكرية من الصين. بيسكوف قال بأن روسيا لم تطلب المساعدة العسكرية من أي دولة، وهي تتمتع بقدرات عسكرية وتقنية تمكنها من إنجاز المهمة العسكرية هذه في خلال العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن يبدو أن التصريح الأهم هو ما ذكره بيسكوف بأن الجيش الروسي لا يستبعد السيطرة على عدد من المدن الكبرى في أوكرانيا لضبط الأمن في هذه المدن. وهو تصريح خطير بالمناسبة، لأنه أردف أيضا بأن بوتين في بداية هذه العملية العسكرية أمر الجيش الروسي بعدم اقتحام المدن الكبرى في أوكرانيا، لأن القوات الأوكرانية وما يوصف لدى الكرملين بالانفصاليين الجدد والقوميون قاموا بنشر الصواريخ ومضادات الصواريخ ورجمات الصواريخ داخل الأحياء السكنية. لكن يبدو بأن اللهجة تغيرت نوعا ما، أو أن هناك سيناريو ثاني لهذه العملية العسكرية عندما يتحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يقول بأن الجيش الروسي لا يستبعد السيطرة بشكل كامل على كبريات المدن الأوكرانية. فهذا يعني بأن هناك سيناريو ثاني للعملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا، ولا يستبعد أيضا السيطرة على عدد كبير من المدن، في وقت تتحدث فيه أيضا وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي تقدم بنحو 10 كيلومترات في الأراضي الروسية، وبأنه استطاع تدمير أكثر من 3920 منشأة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية وإسقاط عدد كبير من الطائرات المقاتلة. وفي وقت سابق قالت الدفاع الروسية بأن نحو 90% من المطارات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني باتت خارج الخدمة بعد الضربات الدقيقة التي وجهها الجيش الروسي والقوات الجوية الروسية والتي استهدفت المنشآت العسكرية. تتحدث موسكو عن استمرار العملية العسكرية، ويؤكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن هذه العملية العسكرية ماضية ضمن الجدول الزمني وضمن الخطط، وبأن روسيا ستمضي نحو نزع السلاح من الجيش الأوكراني.